اهلا وسهلا وذا قال كسو دو هذا برتماد عبد الله كليه يوتيوب كان نغ خوغ ما صارنا سياسه دنيا قبياله دون ولا تسويا عاي سويا عايدا وحن انت بدن خوغ صارنا ارمها برشدا داد سورنيسا دبا ان او جانل كن كو انفعايه وخ كا اوسنيا نا سبسكرايب سميسو بيل قناه قبطو لانه وذاك تصاحب دا يا لايك با رنتي اد نو ادو مهد سنت هاي حيالها ياب كلا اسبوعا وحن دوني برنامج بدن ان ان كيره بدلو بل ان بخيي مخا عصب اسبوع ولبا وحيالها عالم كدع مركي نقطه ارمها بلشده بل ان ان اذا لو وداغو انت وداغ يا البرنامج كان انا اذا سو قادنيسو عالم كو دنا اي رنتي اد اد لو يابين ايام اسبوع ولبا دونيا ان ان اذا قيبسدو وحا كدع اسبوعيده عالم كا او دن تاسون اسلايه بروغو مارما سياسه دان مركلا اي قبياله دان والته سويا اي سويا اي دا هدا بوداك محاكو بلابايا حكو بلابايا قبل لي رادا الاكس افيلا وسيديدي تومنجرا ايا مغالا دان لي رادا نيو مكسكو قبل كان لي رادا ايا مرايكن كا ايا وحي سميسي المير او صدح ساعدود كلي جرتي اني مركي او مشي سوقا داي ايا قشن كميشن لو تالا غلاي اي كردي وحيالها كتوسي دورا وضيا بدون تونا عالم كورونا يسوقا تين ايا محاكي لفي قوف سقال بلود المعلوش كوريدي انو سمر كسو ساري اهلكا كوريدي تاسو مركا سي سي تي في قوري كويا الله ميشا اي شارعا ان لا سوق قال لي روح ندورنا ان انا نداونو حدي كاميرا دا كو تالو كاميرا دي مركو شيده اودغي رنتي نحدين باي كو نقطي عفرير يا عجيب بوليسكي مركبه وحسس بالغريه هويدت او اول بشك سنين ايا وحي تري وحا سميسي وان هبا ان اد المو لا شيء اي حاجه بد كو سو تورتي شي كاستا والا يالاي مركي دمبه وحا لو اوغاداي بوليس كو انو غارغا سيدا هلكان كو اركاي سامبا ان يدو كاسو ساريسا علمي قشنكا كو روديسا رونتي وحيالا عجيب له او مخدين لا سورن هدبا وحيالكا كو دحدا سو كون كدرن ايا ودنكينا كو دحا لكن وحن دونيا اسبوعا اي وحيالها دحايا ياب كله بل الى يرى ايج انتن ير هذا الأكس أفيلا مركي لو ويدي المحاكو كلفي وحي تري مان فيلين أنا ما بأغين بين أن أور لي هاي وسيدي حضر كأوركتايا لكن مسورتو بكرتا وحي على عجيب له مركا هذا وحي تري قري انت انا وحي كود بولي سي مروين يا علوش اي بحرتو اي مارتي اسقريسو لكن والو قادي هالكا نهوي امكا لو حرين كسول لي هاي سكرها لو بد بادية مسكح ذي ذي ميراها نلقي لو إن لا عاوية أنت الحر لها ضد بعض النوحي لين حتى إذا الحر أنت السنة ذي لو حر وحكو ضين دونا قار كلا وسلا سمين دونا ما هاي ذي سماي سماي ورن عبا يعبي وحرمي كبقيسي لكن ومر قرا وحكدر المير وبيبي وضدور لا شيء إن هذا الكاف بس ملي رقشنا تكريدو لكن وي لا ضي وذا غير شك هذا كل عالم كيابس هو قبر لي هذا وان أو دوني ذا أو دن أسبوعي كيابس أي أو تري هلا يعاوي أو نبتنا هيس تاسو إنستغرام يو أي كسو دي سي تشاينا 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 كعانا مرت إنترنت كا أو دوني ذا أو دن مركز الوفاء في يدو إني سو يستأكد ترى هذا أورانيسا وحن دوني عاف ما حفر على عاف ما حفر على هذا بقبر وان كسو قابس ما قاعدة وان وحي تري hooyada iyo abaxay waxay ugu khasbeen bal inaan barto la soo gaaray markaa waxay tiri waxaan jiraa 35 jir cilmiga la ka gaartay meel sare ah laakiin hooyadeed iyo abeed waxay yiraahdeen waa inaad markan satal garaysaa waxay tiri waa yahay anigu waqti uu maxayo laakiin idinkaan idiideenay 10 nin ayay u soo xuleen haddaba ninkani cajiibka waa ninkii shanaad buu ahaa markaa way soo baranaysay saacaday la soo sheekaysanaysay way ballamayeen saacad 4 saacadood 5 saacadood intay markaa ay وقت وسام حين يشك سامو إسبرتان نيك نوحوها نيك الشلات هو ذاك مركا وحو يري أنا جا وحن دوني أنا جورجي كوك عزو وحنا راح نيك أدونك وعنت معان كوك بروفيشنال كوك بنا مركا نع كلاي كأكتر وقراته هو إذا ده بيت بيوشك تروح ترتفع في كيسوكا أدريس كيسوكا هو إذا ده بيت بالله حظه وحي جوي رهدين ويكوي منيسا حكول الجوي ساسد حلا فرصة عدود تدع مركز سويدا أنا جا وحن بحناي وحنا تصح انتظر قرانيا
قولي مركي تمد قبلي وام حيد شنو يسودك كجرتي علمي ماشي أدون كجرتي العق يدغالي وح والبراحيسته أي الباب مركي كسوق شيء سو حريي عن تدي بوب بلعبي وح والبسمي قولي محاقي قولي ميري يضاف لذا عن تدي بوب كان عن تدي بالعنان يسوي وصلاء عنايا وسكن نستي وشاه جرين تي سوق بصدي أي channel وحلا سوهر جي تي في breaking news اللي لا يجوري كاستقف والبوك جرو كم بيحكرتين حدات كصوب هذا حرق بات هاي كورونا فيروس كبا كروك عي ومجال يرو جوانجو ودو يدنا ورير جوانجو مركا وحلا كم بيحكرتين قبل دي استك ماشي يكون نقطة ده إن أنا بحن ما يصير تاه درك هذي عادي جهاد سود كي يلو ترجع له يحرق هذا أنت واحد نفسي سنين مجرته حيلاه كلو دمر كودو غنيس بدلان متنتياش كي جليغا علوش و قلبكي مشت نين كان وديغا هنا وما يالان وح دمر رسو قرخيو iyo wax hawl kale iyo wax maartay hawlahi maartay dumarka gurigu ma yaalo waxa leeyahay albaabka ma soo bixi kartaa police ba soo istaagay building walba police ba taagan qof walba meesha lagu ilaalinaya intooyin hadaa u baahantay waa lagu keenaya ninkii wadeega ha todoba cisho iyo todoba habeen ay halkii qol iyo barsad buu degan yahay waxyaalaha ugu daran ay markaa ka sheegtay meesha waxay tiri ninkii odayga ay yiri cook fiican baan hay waxay tiri iska daa inuu cook yahay cuntada sida loo kareeyo ma yaqaan uu dadaalayaa bay tiri khayr allah siiyo cunto wuu i siiyaayo cuntadayda waa ku qaracsanahay laakiin waxay tiri maaha cuntadii taasi caalamka yaabeen isagoo markaa kamarada iska duubtay inkastoo yara madoobaysay waxaad arkaysay isagoo dhulkii xaaqaya cunto siinaya waxay kaloo tiri nasiib xamuud ninkan shanaad ku dhacday waxay tiri kuwii hore dee sariirna guri maan wada korin oo maaragtay dee qolkii maan seexanoo isku islamaan deganayn ninkana waxay tiri habeenkii fadhigu seexdaa qolkiisiiba ii googlansayay halkii baan google yar ku seexdaa laakiin bahal quura oo tii dunida ugu darayd ayuu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay tiri meelo kalena neef fara badanna ay iska socoto ha socoto ma hadlo hadal waa nin aamusan waa nin maanta dhow xaqaya waxay tiri laba kelmadood uu ku hadlayaa ma jirto waxay tiri waa wax wanaagsan ninku inuu iska aamusan yahay dhibi kuma hayso laakiin waxay tiri it's not my type markay halkaa ka tiri inamadii saaxiibadii oo dhaqanaysana way la soo meeting during a pandemic can be hard to say the least but you'll never believe what happened to one woman in China so she went on a blind date with a man who wanted to show off his cooking skills great she went to his home for a little dinner date Right? Okay, not long after, their neighborhood was put on lockdown. She's been stuck there ever since. She's been posting about it, and so far, it does not look like they've matched. She reportedly told a local newspaper about it, saying, quote, besides the fact that he's as mute as a wooden mannequin, everything else is pretty good, despite his food being mediocre. Image caption, Ms. Wong has spent at least 4 days locked down with her date. A swift COVID-19 lockdown in China has reportedly led to a woman getting stuck at the house of a man she met on a blind date. A woman, only identified as Ms. Wong, posted on Chinese social media platform WeChat last week that she had got locked down with her date after visiting his house. gabadhan sidaa kaa sheegaysa maxaa halka ku haya ma bixi karo iyadana ma bixi karto caalamkay leedahay sidee laygu caawiyaayo ku soo baxa marka marmarka qaar ku yiraahdo indhaha in la isku qabto la isguursado oo jidka lagu kulmo waa wax wanaagsan laakiin haddii la isa soo xareeyo ceebo fara badan ayaa soo baxaya sidaa daraaddeed qab in laysa siiyo ha lays xareysto ceebihii iyo mashaakilkii iyo quuradii iyo qayladii iyo cunto xumadii halkii xasad ku ogaanaysa laakiin marka hore dad inaad isbarataan ood guri inaad iskugu timaadaan waxa soo baxaysa khaladaadkii gabadhaasu tiri ka shanaadi iyo ma qalmo mana aha ninkaygii haddii uuna la kulmeen oo sidaa streetka inuu suudkiisa iyo jaakadiisa soo xirto cunto streetka uu ka cunaan dee halkaa lama ogaaday ninkan odayga quuradiisa iyo neftiisa iyo hawlihiisa kale taasna waa isbuucii dhaweyto wixii ka dhacay caalamka marka loo eego gabadha Wong ee China ka dhacday wadaag yar haddaba waxaan ku soo xirayaa gabar la yidhaahdo Xamiida Xamiida waa Morocco waa reer Morocco markaa nin bay isbarteen Faransiis Carab original carabti Moroccanka ahaa kadibna wuu casuumay sida iyo waalidkeed inuu markaa isbartaan si wanaagsan bay u soo dhaweeyey ninkii wuxuu u diyaariyey waraaqaheedii wuxuu diyaariyey inuu guursado xaafadii markay yimaadeen oo sidii maaragtay reerihii is wada barteen oo gurigii waraaqihii sidaa loo dhameyn lahaa unbay kasoo istaagtay ninkii
marka wuxuu maqlayayadoo tiri waraaqaha unbaan ka samaysanayaa nin kaloo jacayl lahayd ayuu la hadlaysay oranaysay isug waraaqihiisan aan dhammaysto laba sannadood iska kaysamer waan ka soo tegayaa waan rubaa ka nin ima noqonaya waxaasuu maqlayay kadib buu iska markuu maqlay buu sidii runta ugu sheegay wuxuu yidhi waxaasaad oranaysay waraaqayna waa kaala noqonayaa sasabaad iyo baryo iyo adduunye isku timid kadib waa la daayey maaragtay wuu iska ogolaaday inuu gabadhii guursado gabadhii waxba umay dhalin intaa arrimo badan oo maaragtay dhalmada kasoo horjeedo howlo kale aylan u caday ayay wadatay kii labadii sano dhammaysay ayay ninkii bannaanka dhigtay oay waxay tiri waraaqaygiina waa kaa helay waa kaa guurayaa wayna iskaga guurtay sayeeshii ninka oday ahaa dulqaad iyo naxdin iyo wareer iyo rafaad baa ku dhacay iska dulqaatay waana nin faqri buu ahaa meel yaroo ka shaqeeya maaragtay suuliyada iyo la bedelo inkastoo lacag helayo guriga karidiisi waxay bixinaya intaa ma dhaafsiisnayn xamiida laakiin waxay aada u jeclayd fansi inay hesho dharka dharka ugu qurux badan boorsooyinka boorsada ugu qurux badan waxaan ugu qurux badan mana oran kartid baytal suuqana kama dhihi kartid waxaan ka shaqeeyaa musqulaha iyo waxaasaa dhaqaa isna wuxuu yidhay shaqadayd marnaba qarin maayo waynaad ku daalinayn xamiida ninkii way socodsiisay sidaa markay u socodsiisay oo ay kala maqnaayeen laba wiig oo waraaqaheedii uu si wanaagsan ugu diyaariyey depression ku dhacay rafaad ku dhacay ayuu wuxuu tegay meelahan maalmaalmaha kamid ah iyadoo waddankii ka dhooftay kasii dhoofayso ninkii kala keenaysa ayuu wuxuu tegay shioska dukaamada lagu iibiyo waraaqahan lagu kala helo bakhtiya nasiibku buu kusoo qaatay laba yuro ama lacag markaa inka yar $3 u dhiganta habeenkii markii lasoo gaaray arbacadii dhoweyto ayaa la magacaabay magaciisa ninka lambarka iyo lambarka leh wuxuu helay 170 million han kugu celiyo oo euroga u dhiganta in ka badan $180 million oo dollar ninka wuxuu noqday millionaar markiiba lawyer buu tegay waraaqii baa loo sasaay waxa liyay 35 sannadood ayaad bil walba waxa lagu siinayaa $100,000 gurigii buu ka baxay guri weyn buu gatay xaafadihii qaniga ahaa labad diyaaradooda jet ah oo jetkan gaboobe 1958-kiina uu iibsaday oo ka shaqayn doono maroka iyo faransiiska gabadhii baa maqashay waxay ku leedahay waxyaalaha cajiibka waana iska kaftameeyey ma anigiiba mabad ifurinba waxayba taagan tahay mabad ifurin bo raxmadaadii iyo wanaagii iyo yaa kaa haybad badnaa yaa kaa qurux badnaa yaa kaa sariir wanaagsanaa waxaad tahay nin soo hoyday hangool buu iskaga qabtay wuxuu yidhi ood ku mahadsan tahay waxyaalaha cajiibkaay ku fakadeen usbuuc ka hor waraqihii ay kala seexeen baa labadii sannadood halkaa ku dhammaatay haddaynu samayn lahayn half bay oran lahayd mogta dacway gashay waxay tiri waxaan u baahnahay half laba sannadood buu iqabay maxaa aniga waxaa yaa meelahii maaragtay howlihii gabarnimadaydiibuu ku ciya kama waa laga helay gabadhii sidii baa looga helay iminka xanuun iyo madax xanuun iyo waali iyo wareer baa ku dhacday halkii waxay ku weyday qalabkii de louis voton oran jiray iyo jaakooyinkii iyo waxay ku xaminaysay oo dhan yaa ninkaas suuliga ka shaqeeyay ilaahay nasiibka siiyey marka saddexdaa barnaamij ayaan maanta kusoo xirayaa haddaba wadaagee barnaamijkeenii saddexda brogramaha usbuucan intaasaan kusoo xirayaa xad walbana waxaan bilaabayaa waxyaalahan markay noqoto arrimaha bulshada ee yaryaree runtii aan kaga nasan doono siyaasada sidaa iyo nabadgelyo taas oranaysa barnaamijkan umadu anfacaya u qaybi saaxiibada la wadaag sidaa iyo nabadgelyo bye bye wadaagee